أبوي الله يذكره بالخير كنت كل ما أخبص وأنا صغير يطلعني برا البيت ويجيني على شجرة ويقول لي شوف الشجرة إذا نشأت غلط ونشأت عوجة لو كبرت صعب جدا جدا تعدلها. لذلك هذه الرسالة، الإنسان لما نكون صغير زي النبتة الصغيرة دي سهل جدا أنه يحرك مرن، ولكن إذا كبر والجذع كبر خلاص التحريك صعب. ويقول لي تعدل وأبدأ حياتك صح، لأنه لو كبرت على عادات سيئة من عمرك ده حتيجي وانت كبير. لذلك هذا الفرق بين الشجرتين دول، الشجرة دي مايلة الشجرة دي معدولة، والفرق النشأة. الأولاد أمانة مسؤولية، انت قاعد تبني مو البيت، أساس البيت الأعمدة حقت البيت تحت، هذه إذا تبنت قوية بعدين يجي الولد لما يبلغ يبني بيته، بس على الأقل حيجي يبنيه على أساس قوي بناه الأهل في فترة لما كانوا مسؤولين عن الأولاد. الله يذكر الوالد بالخير.